أنا شخص مش راضي بحالي، بوعك اليوم نفس الروتين، بزبط حالي بروح عالشغل، برجع من الشغل نام. أنا ماشي بهالعالم بحس كأني خيال، وإذا اختفيت ماشي بيتغير. في ناس كبار كبار كتير، يمكن لألون خلقت هالدنيا، هن قادرين يتحكموا فيها وفيا كمان. بحس حالي ماشي وقد ما صرخ ما حدا بيسمع، مش عارف حالي وين رايح ولا لين وجدت. من الأساس الدنيا عم تبرم فيي، فشخت أصغر بكتير من فشخة غيري. العالم كتير كبير. لا ايه لك شغل انتبه. شو هيدا يا زلمة؟ طيب كنت روحتنا انتبه قدامك. انو شو يعني لانك كبير يعني انو انت مفكر فيك تدعس علي وتمشي؟ انو انت مهم يعني ما بتطلع قدامك انت وماشي؟ ايه ما واحد حيوان كان روحنا. وقف انتبه انت وماشي. ايه Oh yeah.